السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بمدينة سطات، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيلات تنوريو الجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى في المملكة المغربية. كل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. شحال بعتوا هذاك العام؟ مليون و40 تقول زيد. مليون و40 باش بعتوا؟ باعوه الدراري مليون و40 تبارك الله هنايا في السوق الأسبوعي في مدينة سطات. بايتي هكاك بايتي بالرباح، الدراري معروفين والناس مخيرين كما تشوفوا معنا في مدينة سطات. هادو توعكم؟ شكون اللي غادي يدوي فيكم؟ شكون اللي غادي يدوي؟ ورينا الثمن بالطب، الثمن بالطب باش خدتوه ولا عطوها ليكم ولا بغيتوها؟ بغيناها بغيناها كنطلبوها فيه. اسمع الرجال اللي باغي تهضر بالمعقول. شحال؟ لا لا واسمح لي اسمح لي، هذا راجل مزيان وراجل معروف في السوق ماشي ساهل. شحال هو؟ هذا عاطينا فيه 50. هذا شحال هذا؟ وفيه 64. اش عطوك فيه؟ باقيين على سيدي ربي. الله يرحم والديك. شريتيها اليوم؟ اليوم. بشحال تقريبا باش خدتيه؟ 55. عطوك فيه ربح؟ على الله. تبارك الله على سيدي. الله يحفظك ونطلبوا الله يسهلك. دخل معنا بسير المهنة. تبارك الله على السي عبد الطيب. والسي عبد الطيب خاصة غير نعرفوا أثمنة حقيقية ومعقولة باش نعرفوا قدو شحال. وصل المواطن داكشي. الله يرحم والديك. هذه حيت قناة زيتون مرجان تات الحريفية والحقيقة. الله يرضي الله يرضي لك. الله يحفظك. كما تشوفوا الخيرات حبابتونا تنعرفوا لي كلنا ثمن معقول وتنعرفوا لي غادي مازح معنا. واش يا خويا وهذا شحال قلتي لي هذا العرض؟ راه بغيتي فيه مليون و80، راه بغيتي مليون و80، راه ما غاديش يحيدر لك شي واحد. السي زيتوني بيني وبين المشاهدين وبينك هذا ب 32 باش نشري. تبارك الله. عرفتي علاش قلت لك كتدخل معنا حتى مرحبا مرحبا. الله يحفظك يا عبد الطيب. الله يحفظك. واش الحاج نهار زين هذا كي داير السي بخير ياك بخير. مرحبا. سامحني السي الحاج ياك بخير. هذا من ورزازات راجل مخير وقديم تيجي هنا لسطات مراكش رفقي بن صالح كل بلاصه في المنطقه في المملكه المغربيه. تبارك الله السي الحاج. كل شيء الحباب تاعنا تنعرفوا من طرف البيع والشراء ولا هذا الشيء تنعرفوا الحباب تاعنا جميع المدن بالمملكه المغربيه تنعرفهم اكثريا. تبارك الله سي عبد الطيف والتمن اللي عطيتينا الزين والكلام الحق. الله يبارك فيك الله يحفظك لينا. كما تشوفوا مع الحريفيه هنايا هذا الخير. وشحال هذا الخير؟ هذا الراجل راه عنده جوج حرفات باش نقولها لكم. جوج حرفات. الله يسهل عليكم اسيد. تبارك الله الخيرات. السلام عليكم. نهار زين بخير. وشحال الخيرات؟ هذا 94. شحال؟ 96. 96. عطوك فيه شي حاجه؟ باقي ما عطاوناش. مثلا ما عطاوك غتورينا الثمن تاعو. فاش ما عطاوكش غتورينا الثمن. باقي ما عطاوناش. وشحال خدتيها اليوم؟ 86 85 84. 84. تبارك الله عرض زين. زين تبارك الله. بغينا لك المليون فيه. يلاه. تبارك الله. الله يربحكم. اللي جانا وفير غدي عند جيران. كما تشوفوا الخيرات موجوده في السوق الاسبوعي بمدينه سطات. هادو تما جولك السابقين كي تشوفوا تنوريو الحباب تاعنا جميع الاتجاهات والدراري كي تشوفوا هاد الخيرات معنا مع الحباب تاعنا. شحال؟ هذا 60 هذا 50 هذا ها؟ هذا 60 اللي في اليسر؟ تبارك الله. عندك عندك يسيروا يضربوا؟ يا ربي. قلت هذا هو المليح. هذا هو المليح. هذا هو المليح. واحمد
وتعالوا. كما تشوفوا الخيرات موجوده في السوق الاسبوعي بمدينه سطات بكر كسابي، نوريو جميع المشاهدين قناه زيتون المرجان. سيدي معنا في التصوير قناه زيتون المرجان، تبارك الله عليكم، الله يسهل عليكم. كما تشوفوا هادو كلهم احبابنا هنايا في السوق الاسبوعي بمدينه سطات، وهاد الخيرات الله يحفظها من هذا ودي، الله يحفظها من هذا. كي داير اسي؟ بخير ناشط؟ بجوج معنا، بشحال هذاك اللي عاد؟ شحال هذاك؟ ايه 146 اللي عطوك؟ ولا باش تخلصين اخويا؟ عطوك فيه شي رباح؟ باقي ما عطاو حتى شي حاجه، وعجل زوين هذا المليون كان يسوى مليون ولا 180؟ مليون 190 180. هذا هو الفرق، كي الفرق بين لحقنا حتى لعندك وبديتي تورينا الفرق اللي كان والفرق اللي ولا. راه كاين شحال تسوى انت بنفسك؟ تبارك الله، بلا ما هذا اي سوى المناير هذا ما كاينش ركتو كما تشوفوا الحباب تاعو. واخا نبداو مع صديقنا اللي بدينا معاه البهيم جولة ما لزقوش. شحال هاد الخيرات تفرق؟ قل 10000. بجوج 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 كانوا يسواو انتوما تبيعوا وتشريوا في بكر كيسان 460 470 بحال ناقصه فيهم 60000 70000 80000. كما تشوفوا هاد الخيرات في السوق الاسبوعي بمدينه سطات، هادو كلهم حبابنا تيبيعوا يشريوا ديما في هاد العجول الكسابيين، ديما ناس ملاح وما تيكذبوش علينا وتيوريونا الاثمنه الحقيقيه والمعقوله. كما تشوفوا ويا ربي ما نكرهوهاش تبقى معنا، وحل هذاك الشيء اللي بغى سيدي ربي بالخيرات، الله يجعلها تكون شتات النفع. نطلبوا الله عز وجل، واخا الغنم والخل والبقر نعلفوه ماشي مشكل. ونشوف الله شنو اللي بغى. كما تشوف مزيان انت مخاسم معك الحسن. انا ما عرفتيش علاش مخاسم معنا، دابا لقيتي لا كنت تقول لي هو ما تقولش لي انا. قلت لي تقليد عليا. لا ما تهضرش عليا انا، هضر عليه هو. لا قلتي لي بجوج بغيتو يضمن واحد السيد ما بغاتش يضمنو. ما نضمنوش اش واعر اصاحبي انا حيت حتى لا انا ما بينيش وين كتبين، حيت انا بغيتو يضمن حتى اللي ضمنيه فاش ما ضمنتيش راه بقينا تنبريو حتى على كتا على كتا. ايه قول لي ماشي تقول لي هذا السيد. لا لا هو هو ما انا ماشي شاري عدو انا ما نتلاقاش معاه. كان شاري عندك هو نتلاقى معاه؟ لا ما انا شاري عنده وما ثقت فيه. كاينش ثقة؟ هذا اللي وانت تعرفي انت؟ نعرف واعرف ياك. تبارك الله على سي الحسن، جبدنا معك القديم والجديد. ما عندي هذا اللي كان. تبارك الله وراك عزيز واني واخا درتي كيما تشوفوا الحسن ضرابات وتيبيع وشري في هاد العجونه الكسابيين تبارك الله هنا في السوق الاسبوعي بمدينه سطات. وشحال الخيرات؟ كان بيع وشري معاك وكانوا معاك الرويس ما نغطيه. مرحبا عرفت 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 عرفتك راجل جيد. وانا علاش قلت لي واش تعرف هذا الراجل؟ هو قال لي تنعرفو. وفين جيت قلت لك واش تعرف هذا السيد؟ 25 كان طلبوه، انا كنطلبوه فيه ما عطاوهاش لينا. من كتبوه واخا صغير مليون و10. هذاك الشيء مشى الله يهنيه. هذه قول لي هاد الجوله شحال؟ الجوله اخويا 390 القس. اهي اهي الله يرضي عليك. راه عارفين الحسن غادي يقول لنا الثمن بالضبط، ماشي غادي يبدا يراوغ معنا. 390 واش خديتيهم جمله سي الحسن ولا كل واحد وحده؟ ورينا هذا بشحال واحد بشحال؟ 390 دابا ترموا على بعضياتكم. قول لي عطاوكم فيها 390؟ عطاوكم 390؟ ما راس مالك 390 راس مالك حيت بغيتك توريني بالواحد. لا ما نوريكش بالواحد. وليتي باغي تبيعهم جمله؟ باغي تبيعهم جمله. كما تشوفوا شحال كانوا يسواو قبل من هاد الشيء؟ 42 جوج ملايين و 40 تنقصت فيهم 50000 في هاد العجول. كي تيقول لنا سي الحسن ديما تيكونوا عندو هاد العجول وفايتين المشاهدين اللي فايتين
مشاهدي القناة ترى فايتين شايفين هذا الرجل ديما تيكونوا هاد جول الزيني مع ديمركو مع ديمركو في المليح تاعهم وتبارك الله على السيد حسن ونطلبوا الله يسر لك الله يبارك فيك الله يبارك انا اسمك السي صالح النهار زين تبارك الله ديما تا واعد جولاق واخا صغار تيجيب شي حاجه ما نهضروش عليها تبارك الله كي تشوفوا معنا هنايا في السوق الاسبوعي في مدينه الصاد عندو بزاف غنسولو على تمينة كامل قول لي اخويا صالح شحال هاد الخيرات هاد الربعة برخص هاد هادوك الجوج اللي في الليمة تاع وهاد الصغيوري ثلاثة وفرحتيني ما نقول لك تبارك الله على سي صالح الله يسهل عليك ونطلب الله يتسلينا ولكل احبابتنا في المكان